انا جد فخور وسعيد بهذا التسويج، التسويج بجائزة الصحافة الإلكترونية سنة 2022. هذه الجائزة المرموقة التي يطمح اي صحفي بتسويج بها، لانها تجسد الشغل الحقيقي للصحفيين على مجال الاجناس الكبرى. هذه الجائزة بطبيعة الحال ستكون حافزا شخصيا بالنسبة الي من اجل الانتصار لمهنة الصحافة ولقواعدها واخلاقيتها. اهدي هذا العمل الى عائلتي، الى روح والدي، وإلى أصدقائي وكل الأساتذة الذين درسوني أبجديات المهنة. سميرة أصبان، صحفية بالقناة الأولى، صنف الجائزة، جائزة التلفزة، صنف الوثائقي. سعيدة جدا بالتتويج مع فريقي ضمن هذه الجائزة التي أعتبرها مفخرة كبيرة لنا كصحفيين. طبعا أشكر الزميلة خديجة رفيق التي اشتغلت معي في هذا العمل بكل إبداع، وأشكر كذلك الزميل المصور حمزة السايح الذي عمل على تصوير هذا العمل الكثير الكثير من المهنية. وأهدي هذا التتويج لزملائي في مديرية الأخبار بالقناة الأولى بما فيهم السيد مدير الأخبار السيد ياسين الإدريسي. طبعا العمل الذي اشتغلت عليه هو اقتفاء أثر ورش تعميم الحماية الاجتماعية على فئات مهنية مختلفة. هذا الورش الملكي الطموح الذي يعتبر ثورة اجتماعية غير مسبوقة، حاولنا طبعا سرد قصص إنسانية وتجارب إنسانية لفئات مهنية مختلفة. المشترك بينها هو التوق لوطن الكرامة ووطن العدالة الاجتماعية والوطن الذي يوفر السند والأمان لأبنائه وقت الشدة. بلال بالحسين، صحفي في قسم الأخبار بالإذاعة الوطنية. بطبيعة الحال سعيد بالتتويج بالنسخة 20 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. بطبيعة الحال أي صحفي إلا أنه كيطمح أنه يكون في هذه البلاصة، أنه يكون من المتواجين. كنعتبر هذه الجائزة هي تكليف ليا باش أنني نزيد نجود العمل اللي كنقوم به داخل الإذاعة الوطنية. العمل اللي شاركت به هو تحقيق حول صعوبات ولوج ساكنة منطقة تنفيذ في إقليم ميدلت لحطب التدفئة. كنعرفوا في هذا الوقت البرودة الناس في أعالي الجبال خاصة في الأطلس كيعرفوا صعوبات كبيرة في الولوج لحطب التدفئة. كاين غلاء ديال الثمن ديال حطب التدفئة، كاين نهب الثروة الغابوية، وكاين حلول كيقترحوها الساكنة ديال منطقة تنفيذ إيميل شيل أنفكو، مجموعة ديال المناطق في أعالي الجبال. هما كيطالبوا بالتقليص من الفاتورة ديال الكهرباء باش انهم يوليو يعتمدوا على الكهرباء في التدفئه في هاد الاشهر البروده، عوض انهم يبقاو يمشيو ينهبوا الغابه اولا انهم يشريوا الحطب ديال التدفئه اللي كيكون بتكلفه غاليه وماشي في المقدور ديالهم. هما كيطالبوا بانهم عوض انهم يكونوا كيستعملوا حطب التدفئه اللي فيه اضرار كبيره على الصحه ديالهم، انهم يلتجؤوا للكهرباء ولكن مع تقليص الفاتوره ديال الكهرباء. بهذا الحال الصنوبر خاصة، طبيعة الحال الصنوبر في المنطقة ديال تنفيذ، المفارقة هو أن منطقة تنفيذ كتعتبر من أغنى المناطق في المغرب على المستوى ديال الغطاء الغابوي، خاصة الأرز، خاصة الجبال ديال الأرز اللي كتوصل بعد المئات السنين، وهاد الجبال ديال الأرز اللي في لمحة بصر في لمحة بصر كتنهب كتنهب في جنح الظلام. كاين مافيات كينهبوا الغابه، وكاين في نفس الوقت كاين الناس اللي هي عندها الفلوس وما قادراش انها توصل لحطب التدفئه. فالناس في المنطقه ديال تنفيذ كيطالبوا اولا في ايميل شيل، ولا كيطالبوا فقط بانهم عوض انهم يلتجؤوا للغابه انهم يمشيوا للبدائل. الفاعل الترابي شنو كيدير؟ الفاعل الترابي هو المهمه ديالو، الوظيفه ديالو، الوظيفه ديال الفاعل الترابي هو الحمايه ديال الملك الغابوي. بطبيعه الحال الفاعل الترابي ماشي بوحدو، يلقى حلول للناس بطبيعة الحال ماشي بوحده، ولكن الإشكال اللي كاين هو كاين كثرة المتدخلين. الفاعل الترابي ماشي بوحده المتدخل في هاد العملية، ولكن ملي كيكونوا كثرة المتدخلين كتكون الصعوبة في التنسيق ما بين هاد المتدخلين وهادو الفاعلين الترابيين ولا الجمعويين ولا السلطات المحلية، الصعوبات اللي كيلقاوها الناس تما. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.